السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذه الحصه نخدموا التمرين المتعلق بدراسه ديال الدول العدديه للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدوره الاستدراكيه لسنه 2019 شعبه العلوم التجريبيه. بالنسبه لعند المساله ديال الدراسه ديال الدول عليها 11 نقطه ومكونه من جوج اجزاء. الجزء الأول اللي هو فيه الدالة F المعرف على R نجمة بالتعبير الآتي: مهما يكون X ينتمي إلى R نجمة، F لX يساوي جوج زائد تمنية في X ناقص جوج الكل على X مربع E إكس ناقص 7. لماذا إن نجمة؟ لأن عندنا إكس في المقام، إذا مجموع التعريف هو مجموعة الأعداد اللي غيكون فيهم إكس كيخالف صفر، إذا هو إن نجمة. والسير المنحنى الممثل للدالة إف في معلم متعامد ممنظم ويجيل وحدة واحد سنتيم. هنا عندنا خمسة الأسئلة بالنسبة للجزء الأول. السؤال الأول وهو ألف أولا: تحقق أن ليميت في ناقص 8 عند إف إكس يساوي 2، وأول نتيجة هندسية. بهنا عندنا جوج أسئلة. السؤال الأول وهو حساب ليميت عندما إكس يؤول إلى ناقص 8. إذا لحساب النهاية نحاول نحسب النهاية ديال الأجزاء ديال هاد الدالة. أولا نحسبوا النهاية ديال إكس ناقص جوج على إكس، هذه دالة جذرية، النهاية ديال المباشرة كتعطينا زائد ناقص مية على ناقص مشاكل غير محدد، وفي الحالة كناخدو أكبر أس على أكبر أس اللي هو إكس على إكس، أختازو كيعطينا واحد، إذا النهاية ديال هاد الجزء هذا وهو واحد، مربع يكون كيعطينا واحد. بالنسبة للنهاية ديال إكس ناقص 4 حتى هي إذا بغينا نقسموها إلى النهاية ديال إكس في أس ناقص 4، كنعرفو على أن إكس يؤول إلى صفر ناقص 8، إذا صفر في هذا العدد هذا كيعطينا صفر. إذا شنو استعملنا؟ استعملنا كون أن ليميت عندما إكس يؤول إلى ناقص 8 ديال إكس كيساوي صفر. من هاد النتيجة اثنين بجوج كنستنتجو أن الليميت عندما إكس يؤول إلى ناقص 8 ديال إف لإكس باستعمال عملية على النهايات، هذا النهاية ديالو واحد واحد مربع هو واحد، وهذا النهاية ديالو صفر، إذا النهاية ديال الجداء هي 8 في واحد في صفر كيعطينا صفر، إذا النهاية تكون هي 2. سؤال آخر هو التحليل الهندسي لهذه النتيجة، وي الهندسي، ملي كيكون عندنا النهاية ما لا نهاية كيساوي عدد كنقولو في هاد الحالة أن المستقيم بمعادلة إكغاك كيساوي العدد اللي وجدنا، اللي هو مستقيم كيوازي محور الأفاصيل كيمر من النقطة التي أرتبها إثنان مقارب أفقي للجوار ناقص من نهاية. وكيفاش غنعبرو على هاد الإنشاء؟ يعني رسمو المستقيم ديال المعادلة اللي كتساوي جوج، قلنا هو مستقيم كيوازي محور الأفاصيل كيمر من النقطة التي أرتبها جوج، مثلا نفترضو هذا هو إثنان، إذا كنجيو الجهة اليسار بجوار ناقص 8 وكنرسمو إحدى الحالتين، إما الشكل غيكون بحال هكا أولا بحال هكا، وحدة من هاد الجوج. إذا في انتظار نعرفو الرتابة ديال الدالة في المجال اللي فيه ناقص من النهاية كيفاش غيبدا الإنشاء، إما بحال الشكل أولا بحال الشكل. إذا كانت دالة تزايدية غيكون بحال هكا، إذا كانت تناقصية غيكون بحال هكا. السؤال ب: تحقق أن النهاية في صفر ديال إفليس كيساوي زائد، وأول نتيجة هندسية. إذا عندنا جوج أسئلة: حساب الليميت عندما إكس يؤول إلى صفر ديال إف لإكس، من أول النتيجة هندسية.
إذا هنا نفسي نحاول نحسب النهاية ديال كل جزء على حدة. لدينا ليميت عندما إكس يعود إلى صفر ديال أو إكس ناقص 7، هذا نفس الشيء نقسمه بحال هاد الجداء. والإكسبونونسيال دالة معرفة على إر بالخصوص في صفر، إذا ليميت كتساوي الصورة إذا أو أس صفر اللي هو واحد في ناقص 7، لو كنعوض مباشرة أو أس صفر ناقص 7 اللي كيعطينا أو ناقص 7. وبالنسبة ليميت عندما إكس يعود إلى صفر ديال إكس ناقص 2 على إكس، هذا من الأفضل نعملو في المربع أحسن باش نحصلو على نفس النهاية على اليمين وعلى اليسار ديال صفر. نحصل على إكس ناقص 2 مربع على إكس مربع. ألو بالنسبة للنهاية ديال الكسور من كنعاودو مباشرة كنوجدو عدد على صفر، إذا هنا العدد اللي غنوجدو صفر ناقص 2 اللي هو ناقص 2 مربع و 4، إذا كنوجدو 4 على صفر. إذا ملي كنوجدو في النهاية مباشرة 4 على صفر، كنحاولو ما يمكن ندرسو الإشارة ديال المقام. ألو بالنسبة للإشارة ديال إكس مربع، حنا كنعرفوها دايما موجبة، دايما موجبة. إذا النهاية على اليمين هيكون وهو 4 على صفر زائد، لأن إذا كان إكس يولد على صفر زائد في الحالة إكس هيكون أكبر من صفر، هيكون هنايا إذا إكس مربع موجب. وإذا كان إكس يولد على صفر ناقص إكس مربع كذلك يولد على صفر وكيبقى موجب. بالتالي في كلتا الحالتين هاد الكسر هذا كيساوي 4 على صفر زائد اللي كيعطينا زائد ما لنا. إذا في هاد الحالة غنستنتجو ليميت عندما إكس يعود إلى زينين ديال إف إكس اللي عطينا باستعمال عملية على النهايات، هذا النهاية ديالو زائد ما لنهاية، وإذا نحصل هنا على 8 زائد 8 في عدد اللي هو أوس ناقص 4 اللي هو عدد موجب، إذا كيعطينا زائد ما لنهاية، نزيدو لجوج كيعطينا زائد ما لنهاية. إذا شنو هو التأويل الهندسي ملي كتكون النهاية في عدد كيساوي زائد ما، ما نساوش بأن هاد النهاية هادي فيها جوج نهايات، نهاية على اليمين والنهاية على اليسار، حنا جمعناهم في نهاية وحدة. لماذا جمعناهم؟ لأن النهاية ديال المقام كيعطينا في كلتا الحالتين صفر زائد. إذا التأويل الهندسي غيكون أن المستقيم بالمعادلة إكس كيساوي صفر مقارب، وهذا بالضبط هو محور أراضي، هو محور أراضي مقارب للسي إف بجوار كنقولو صفر، بجوار صفر. وكيفاش غيكون الإنشاء؟ بالقرب ديال محور الأراتيب. قلنا على أن هنا عندنا جوج نهايات اللي كيساويو زائد ما، النهاية صفر زائد، إذا الشكل غيكون على اليمين ديال المستقيم، بما أن النهاية كتساوي زائد غيكون الفوق، إذا على اليمين غيكون بحال هكا. بما أن النهاية على اليسار كتساوي زائد ما لنهاية، إذا الشكل مرة أخرى يكون على اليسار الفوق بحال هكا. إذا بما أن الشكل حنا كنرسمو من اليسار لليمين، إذا غيقرب محور الأراضي من جهة اليسار بهذا الشكل، وبالنسبة لليمين غيستمر بحال هكا. السؤال الثاني فيه جوج أسئلة ألف وباء. سؤال ألف، احسب ليميت إف إكس عندما إكس يعود إلى زائد ما، إذا هنا عندنا حساب ليميت عندما إكس يعود إلى زائد ما ديال إف إكس. هنا مرة أخرى نحسبو النهاية ديال الأجزاء ديال هاد الدوال. إذا لدينا ليميت عندما إكس يعود إلى زائد ما ديال أو إكس، هذه النهاية الأساسية ديال الإكسبونس اللي كيعطينا زائد ما، إذا حتى ليميت ديال أو إكس ناقص 4 بحكم هاد التفكيك اللي عملنا، ليميت ديال أو إكس هي زائد وهداك عادة اللي هو موجب إذا كيعطينا زائد. ولدينا كذلك حسبو النهاية ديال الدالة
الجذريه اللي هو الليميت عندما اكس قليل زائد ما ديال اكس ناقص جوج على اكس اللي كيعطينا بحلف ناقص من الليميت ديال الحد اللي عنده اكبر اس على الحد اللي عنده اكبر اس اذا كيعطينا واحد. اذا هنا يعطينا مره اخرى نستعمل العمليات على النهايات ديال التعابير اللي كيكونوا لنا الداله اف. قلنا بان النهايه ديال اكس ناقص جوج على اكس كيعطينا واحد، واحد مربع هو واحد اذا، وهذا زائد ما لا نهايه. اذا العمليه اللي غتكون عندنا 8 في واحد زائد ما لا نهايه اللي هو زائد ما لا نهايه، نزيدو له اثنان كيعطينا زائد ما لا نهايه. السؤال ب بين ان المنحنى سي يقبل فرعا شاجميا اتجاهه المقارب نحو الاراتيد بجوار زائد ما لا نهايه. اذا هنايا باش نحصلوا على هذا التاويل الهندسي سنحسبوا النهاية الثانية دراسة الفرع اللانهائي بجوار زائد ما لا نهاية وهي اف اكس على اكس، لأن دائما في دراسة الفروع اللانهائية خصو يتبادر الذهن ديالنا حساب واحد الترتيب ثلاثة النهايات ليميت اف اكس على حسب النتيجة اللي كتعطينا. ممكن نحسبوا النهاية الثانية ليميت اف اكس على اكس، عاوتاني حسب النتيجة اللي كتعطينا ممكن نحسبوا النهاية الثالثة اف اكس ناقص اكس. إذا حنا بالنسبة لنا النهاية في زائد ما كتعطينا زائد نحسبوا النهاية الثانية هي ليميت عندما اكس يؤول الى زيرو ديال اف اكس على اكس. اذا نعوضو اف اكس بالتعبير ديالو اللي هو جوج زائد 8 في اكس ناقص جوج على اكس مربع في اكس ناقص 4 الكل على اكس. بالنسبة للنهاية ديال هاد الكسر من خلال هاد النهاية اللي عندنا في زائد ما لا نهاية، اذا النهايه ديال الباص كيساوي زائد والمقام زائد شغل محدد. عاده بالنسبه للكسور كنستعمل جوج ديال الطرق، كنعملو باكس وكنختزلو ولا كنقسمو هاد الكسر الى كسور وفي الاخير نفس النتيجه. اذا بالنسبه لهاد الكسر هذا نقسم جوج الكسور جوج على اكس زائد هذا كامل على اكس. هنا عندنا الاختيارات واش نعملو اكس تحت 8 او تحت اكس ناقص جوج على اكس الكل مربع او لا تحت اكس ناقص 4. اذا عملنا مثلا 8 على اكس اكس ناقص 2 على اكس مربع اكس ناقص 4 يكون عندنا شكل محدد. لماذا؟ لان هذه هي الاولى صفر وهذا واحد وهذا زائد ما لا نهايه، اذا صفر زائد شكل محدد. اذا عملناه تحت هذا نفس الشيء شكل غير محدد، لان هذا اللي ندير واحد واحد على اكس يؤول الى صفر وهذا زائد ماني شغل محدد. اذا نعملو تحت هذا هنا بتل هذا الكسر الثاني غنكتبو على الشكل الاتي 8 في اكس ناقص 2 على اكس الكل اس 2 في ماذا؟ هنا نظهروا النهايه الاساسيه اللي عندنا في الاكسبونونسيال اكس على اكس وحتى هاد ناقص 4 نزولوه من الاكسبونونسيال. اذا بالنسبه ل النهاية ديال جوج على اكس يعطينا صفر والنهاية ديال هذا كيعطينا واحد وهذا كيعطينا زائد ما لا نهاية وهذا عدد. اذا 8 في واحد في زائد ما لا نهاية في عدد كيعطينا زائد ما لا نهاية. اذا النهاية اللي استعملنا هنايا استعملنا ليميت عندما اكس يؤول الى زائد ما لا نهاية ديال اكس على اكس، هذه النهاية الاساسية في الاكسبونسيال كتعطينا زائد. واستعملنا مرة اخرى النهاية ديال اكس ناقص 2 على اكس عندما اكس يؤول الى زائد، استعملنا هنا وجدنا واحد واستعملنا كذلك ليميت عندما اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه ديال 2 على اكس كتساوي صفر. اذا هذه صفر زائد ماذا؟ 8 في 1 زائد ما لا نهايه في عدد كيعطينا زائد ما لا نهايه. اذا ملي كتكون عندنا النهاية الأولى ديال اف اكس بزايد ما كتعطينا زائد ما لا نهاية والنهاية الثانية اف اكس على اكس بزايد كتعطينا تا هي زائد، كنقولو في هاد الحالة إذا سي يقبل فرعا شاجميا له اتجاه محور الأراتيل بجوار زائد ما لا نهاية.
السؤال الثالث فيه أربعة الأسئلة ألف باء جيم دال. السؤال الأول بين لي أن لكل إكس من آل نجمة إف تحل إكس كيساوي 8 في إكس ناقص 2 إكس مربع ناقص 2 إكس زائد 4 إكس ناقص 4 على إكس أس 3. إذا هنايا الحساب إف تحل إكس لكل إكس من آل نجمة. إذا نحسبوا الدالة المشتقة ديال إف، يعني نعتبروها أولا مجموعة دالتين، الدالة الأولى هي الدالة الثابتة جوج، والدالة الثانية هو الجداء. الدالة المشتقة ديال جوج هو صفر ما نكتبوه شي لأن الجمع، زائد الدالة المشتقة هذه، هذه عبارة عن جداء دالتين، 8 عدد ثابت نخرجوه على برا، وهاد الجداء اللي عندنا نحاول نستعملو القاعدة ديال الجداء، هذه نسميوها بي، هذه في، إذا نعملو اشتقاق ديال إكس ناقص جوج على إكس مربع فتحة. الدالة المشتقة الثانية إكس إكس ناقص 4 زائد اللي هي إكس ناقص 2 على إكس مربع في الدالة المشتقة ديال في اللي هو الدالة المشتقة إكس ناقص 4. بالنسبة للاشتقاق ديال الأس، عندنا القاعدة ديالو كنكتبو الأس هو الأول، كنكتبو الاشتقاق ديال إكس ناقص 2 على إكس وعاد إكس ناقص 2 على إكس أس 2 ناقص 1 اللي هو 1 في مدى إكس ناقص 4 زائد إكس ناقص 2 على إكس الكل مربع. الدالة المشتقة ديال إكسبونونسيال دالة كيعطينا إكس ناقص 4 فتحة إكسبونونسيال إكس ناقص 4. هنا ممكن نعملو بأو إكس ناقص 4 لأنه حاضر هنا وحاضر هنا، إذا نحصل على 8 أو إكس ناقص 4 باش نكتبو غير مرة وحدة، ونحاول ما يمكن نحسبو الاشتقاق ديال هاد الكسر هذا اللي هو عاوتاني نستعمل في القاعدة ديال إي على في، إي على في فتحة هي إي فتحة في في ناقص إي في فتحة على في مربع، كيعطينا الاشتقاق ديال نعملو مباشرة إكس ناقص 2 اللي هو 1 في إكس ناقص الاشتقاق ديال إكس اللي هو 1 إكس ناقص 2 الكل على إكس مربع في إكس ناقص 2 على إكس زائد إكس ناقص 2 على إكس الكل أس 2 وهذا الشقاق ديالو 1. هذا بلا ما نكتبو لأن عملنا به، باقي نزيدو نعملو لأن نحصلو على واحد الكسر اللي هو حاضر فيهم جوج هو إكس ناقص 2 على إكس اللي هو هنايا مرفوع الأس 1 هنايا مرفوع الأس 2، إذا نعملو به حتى هو على أساس أن أن هنايا 2 في هاد الكسر هذا اللي غنزولو في الأقواس إكس مع ناقص عاد تختزلو ناقص مع ناقص كيعطينا جوج، إذا جوج على إكس مربع، وبالنسبة لهذا يبقى مرة أخرى إكس ناقص جوج على إكس، لأن حنا عملنا غير إكس ناقص جوج على إكس، بقى واحد آخر لأن مرفوع أس 2. بالنسبة لهذا الكسر هذا نحاول نوحدو في المقامات اللي هو إكس أس 2، جوج بجوج 4، وهنا نضربو في إكس إذا زائد إكس مربع ناقص جوج إكس. إذا من خلال التعبير ديال الدالة المشتقة اللي تعطى، عطاونا كيساوي 8 في إكس ناقص 2، ها هو 8 في إكس ناقص 2، إكس مربع زائد ناقص 2 إكس زائد 4، إكس ناقص 4 هو حاضر، على إكس أس 3 لأن هاد إكس في إكس أس 2 كيعطينا إكس أس 3، إذا نكتبوها كما تعطات في التمرين، 8 في إكس ناقص 2 في الحدود ديال الدرجة الثانية اللي غنضمها إكس مربع ناقص 2 إكس زائد 4 في أو إكس ناقص 4 على إكس مربع في إكس كيعطينا إكس أس 3، لأن هذا هو التعبير اللي تعطى. سؤال ب تحقق أن لكل إكس من آل إكس مربع ناقص 2 إكس زائد 4 موجب. لنبين أن مهما يكون إكس كينتمي إلى آل إكس مربع ناقص 2 إكس زائد 4 موجب. بالنسبة لنا لدراسة الإشارة ديال ثلاثية الحدود كنحسبو الدلتا، إذا لدينا المميز ديال واحد بي مربع ناقص 4 سي اللي كيساوي ناقص 2 مربع ناقص 4 في 1 في 4 يعني 4 ناقص 16 يعني ناقص 12
اللي هو سالب، يعني ملي كيكون المميز ديال ثلاثي الحدود سالب كنقولوا جوج الحاجات، اولا ما كاينش حلول في ار من جهه، من جهه اخرى بالنسبه للاشاره ثلاثي الحدود كتاخذ الاشاره ديال ا، هو المعامل ديال اكس مربع اللي هو واحد. اذا مهما يكون اكس ينتمي الى ار، ان اكس مربع ناقص جوج اكس زائد ار موجب قطعًا، نكتبوا بين قوسين لماذا عملنا موجب قطعًا؟ لأن إشارة إكس مربع ناقص جوج إكس زائد ربعة هي إشارة المعامل ديال إكس مربع اللي هو واحد، إذا هذا كيعني على أن إكس مربع ناقص جوج ربعة عنده الإشارة ديال واحد هي إشارة موجبة، إذا أكبر قطعًا من الصفر. السؤال الجاي بين أن إف تناقصي على المجال صفر جوج وتزايدها قطعا على كل من المجالين ناقص من صفر جوج زائد من هنا. إذا هنايا غندرسو تغيرات الدالة إف على كل من المجالات اللي هما مفرقين على الشكل الآتي، صفر جوج ناقص من هنايا صفر و جوج زائد من هنا. مي كنبغيو ندرسو الإشارة ديال الفتحة، أول حاجة كنشوفو هو ما هي التعابير اللي هي موجبة في الفتحة. ثمانية موجب إكس مربع ناقص جوج إكس زائد ربعة، حنا بينا في سؤال باء موجب وحتى إكس موجب، هذا كيعني وحتى إكس وثلاثة ممكن نقسمه إلى إكس إكس مربع. إذا في هذه الحالة ممكن نستنتجو على أن باعتبار أن إكس مربع زائد ناقص جوج إكس زائد ربعة موجب، هو مهما يكون إكس كينتمي لآر إكس ناقص ربعة موجب، ثمانية موجب لما نذكروه، وتا إكس أس ثلاثة كنقسمو على شكل إكس إكس أس اثنان وإكس أس اثنان موجب. إذا في هاد الحالة إشارة الفتحة ديال إكس هي إشارة تعابير، الإشارة ديما كتغير على آب نجمة، إذا غيكون عندنا إكس ناقص جوج الإشارة ديالو كتغير حتى إكس أولا إكس أس ثلاثة، إذا غيكون هو إشارة ديال إكس ناقص جوج اللي غيبقى في البسط على إكس اللي في المقام. قلنا بأن إكس أس ثلاثة ممكن نكتبها على شكل إكس إكس أس اثنان، إذا التعابير اللي هي موجبة من ضمن هاد الأجزاء اللي كيكونوا البسط المقام، ثمانية موجب، هذا موجب بين نفسه الباء، هذا موجب، تا إكس مربع موجب، إذا كيبقى يفتح عنده الإشارة غير ديال إكس ناقص جوج على إكس. والإشارة ديال إكس ناقص جوج على إكس ممكن نعملها مباشرة بجدول، إذا لاحظوا بأن الإشارة كذلك ديال الكسر هو الإشارة ديال الجداء إكس إكس ناقص جوج، بلا ما نعمل الإشارة ديال البسط بحدود المقام بحدود الجداء نعملو مباشرة ديال ثلاثية الحدود اللي كنعرفو على أن كتنعدم هنايا في صفر وكتنعدم في جوج، إذا نعملو هنايا صفر ونعملو هنايا جوج. غير دابا الفرق بين البسط بين الجداء والكسر، الكسر غير معرف صفر، في الجداء لا معرف، وجوج ممكن نعدمو في جوج. دونك بالنسبة لثلاثية الحدود الإشارة كتكون خارج ضمن الإشارة ديال أ اللي هو إذا شرناها الجداء كيعطينا إكس مربع ناقص جوج إكس إذا موجب، هنا موجب خارج ضمن داخل ضمن سالب. بالنسبة للإشارة ديال الفتحة لكل إكس من المجال صفر اثنان لدينا إكس ناقص جوج على إكس سالب، إذا في الحالة ح تكون أصغر من صفر، ومن إف تناقصية على المجال صفر، وفي كل من المجالين لكل إكس من المجال ناقص من النهاية صفر و من جوج زائد من النهاية إكس ناقص جوج
على إكس موجب، إذن إف حاف موجبة، ومن إف تزايدية على كل من الموجبين ناقص ما لا صفر و جوج دايمين. السؤال الموالي وهو ضع جدول تغيرات إف. إذن جدول تغيرات إف على R نجم. دالة معرفة على R نجم، إذن نعبر على أنها غير معرفة في صفر. نوضع هنايا إثنان، دالة مشتقة كتنعدم في إثنان، هنا إشارة موجبة سالبة موجبة، دالة تزايدية تناقصية تزايدية. نهاية في ناقص ما كنا وجدنا في السؤال الأول إثنان، نهاية في صفر يعني على اليمين على اليسار بجوج بهم زائد ما النهاية، ليميت زائد تعطينا زائد. الصورة ديال جوج إذا عوضنا إكس ناقص جوج على إكس كيعطينا صفر، إذا جوج. الصورة جوج. رابعا إنشاء سي. راه بالنسبة للإنشاء ما يكونش صعيب، بالرغم من أن عندنا ثلاثة ديال المتجهات، إذا خصنا نرسمو ستة ديال الأجزاء، نرسمو كيفاش عيد لها الجزء، كيفاش عينتهي، كيفاش عيد لها الجزء، كيفاش عينتهي، وكيفاش عيد لها الجزء، كيفاش عينتهي، إذا نرسمو ستة ديال الأجزاء. الوحدة كتساوي واحد سنتيم، إذن أول حاجة كنرسمو العدد اللي كتنعدم فيه الدالة المشتقة اللي هو إثنان. أرتب ديالي إثنان، إذن هنا عندنا واحد جوج، واحد جوج، إذن النقطة غتكون هنايا، غيكون عندنا مماس الفوقي. إذن كنستعملو الرتابة ديال الدالة على اليسار ديال جوج على اليمين، على اليسار تناقصية الشكل غيوصل بحال هكا، على اليمين تزايدية غيستمر بحال هكا. إذن كتسمى رسمنا الجزء الرابع والخامس. بالنسبة للمقارب العمودي ممكن رسمو الجزء الثاني والثالث، على اليسار الشكل قلنا غيوصل بحال هكا، وعلى اليمين ديال المقارب العمودي غيستمر بحال هكا. بالنسبة للجزء الأول غنعبرو على أن المستقيم ديال المعادلة إيكال كيساوي جوج مقارب، لأنه هو المستقيم. إذا بما أن الدالة في المجال ناقص ما يحتاج صفر تزايدية، إذا أنا ترسم بحال هكا، كان تناقصية كان يعود. بالنسبة للجزء السادس اللي غنعبرو على الفرع الشكل الجميل، قلنا بأن سيف يقبل الفرع الشكل الجميل له اتجاه محور الأراضي، إذا نرسمو بحال هكا. إذا هادو الأجزاء الستة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. إذا ربما تلاحظوا هنايا ما كاينش نقط انعطاف نهائيا في هاد التمرين، لأن التقعر ما يتبدلش، ما نبقاو نصيرو الأجزاء مع بعضو. الجزء الأول والثاني غنصيرو مباشرة على ما على، الجزء الثالث والرابع غنصيرو هذا ما على، والجزء الثالث غنصيرو الخامس مع السادس. السؤال المؤلي اللي هو السؤال الخامس في هذه الأسئلة، ألف باء جيم د. السؤال ألف، تحقق أن الدالة أش كبيرة هي دالة أصلية لأش صغيرة، إذا عندنا جوج ديال الدول هنا، أش كبيرة اللي هي معرفة بالتعبير واحد على إكس أو إكس ناقص ربعة، و أش صغيرة معرفة بالتعبير إكس ناقص واحد على إكس مربع أو إكس ناقص ربعة. إذا باش نبينو أش كبيرة دالة
صغيرة على المجال فقط 2.4. إذن نذكر جوج الحاجات، أن الدالة اش عبارة عن جداء دالتين قابلتين للشقاق على المجال إي، لأن وحدة لـ X غير معرفة في 0.0 مكاينش في المجال إي. إذن نقول بأن الدوال وحدة لـ X و الدالة X ناقص 4 تالي قابلة للشقاق على R بالخصوص على المجال جوج 4. إذن قابلة للاشتقاق على المجال اي، اذا اش كبيره كذلك قابله للاشتقاق على اي، و الداله المشتقه ديال اش كبيره اللي هي الداله المشتقه ديال وحده على اكس اكس ناقص 4. هنا كاين جوج الحالات، اما نعتبروا هذا عباره عن جداء دالتين او كسر دالتين اللي بغينا. إذا بغينا نعتبرو على شكل كسر دالتين، نستعملو قاعدة الكسر كتقول كيساوي الدالة المشتقة ديال البسط في المقام ناقص البسط الدالة المشتقة ديال المقام على المقام مربع. الدالة المشتقة ديال إكس ناقص 4 كيساوي الدالة المشتقة ديال إكس ناقص 4 اللي هو واحد إكس ناقص 4 إكس ناقص اكس ناقص 4 في الدالة المشتقة اكس اللي هو واحد، الكل على اكس اس 2. ممكن نعملو اكس ناقص 4 نحصل على اكس ناقص 1 في اكس ناقص 4 على اكس اس 2. هذا التعبير هو بالضبط اسهل. اذا في هذه الحالة كنستنتجو على ان اش كبيرة هي دالة اصلية لأصغر. السؤال ب تحقق من أن إفليس كتكتب واحد الشكل معين اللي هو إفليس كيساوي جوج زائد 8 أو إكس ناقص 4 ناقص 32 إكس ناقص 1 على إكس أس 2 أو إكس ناقص 4. كما كتلاحظو بعد مرة بعد التمارين كنغيرو كتابة إف لهدف معين، إما لحساب النهاية ولا بالنسبة لهذا التمرين لدراسة أو للبحث على الدواء الأصلية ديال إف. إذا لماذا الإف عاد تكتب بهذا الشكل؟ إذا رجعو الكتابة اللي كانت عندنا في الاول اللي هي اف اكس يساوي 2 زائد 8 في اكس ناقص 2 على اكس اس 2 في اكس ناقص 4، فنحاول نشوفو شنو التعميل باش نحصلو على هذا. ربما كتلاحظو زولنا ديك الاقواس، اذا نشرنا ديك التعديل اللي كاين بين قوسين عباره عن في البسط متطابق هما لاكس ناقص 2 مربع نصف اكس مربع ناقص 4 اكس زائد 4 الكل على اكس مربع اكس ناقص 4. اذا نحاول ما امكن العدد داخل الاقواس نقسمه الى قصور، اكس مربع تقسيم اكس مربع كيعطينا واحد، ولكن هادو غنخليوهم لان كنلاحظو هنايا هذا بقى مجموع مع بعضه، وربما نعملو بناقص 4 بالنسبه لهاد الاعداد اللي بقاو. ناقص 4 في ماذا؟ في اكس ناقص 1 على اكس مربع الكل في اكس ناقص 4. إذا ممكن نقسمو دابا هاد الجداء على شكل 8 في 1 في أو إكس ناقص 4 زائد 8 في ناقص 4 كيعطينا ناقص 32 في ماذا؟ في إكس ناقص 1 على إكس مربع إكس ناقص 4. هذا هو الكتابة اللي تعطات في هاد السؤال خصنا نوصلو لها. ولماذا؟ ربما تلاحظو على أساس باش ممكن نحسبو المساحة فيما بعد. إذا قبل ذلك نحسبو السؤال جيم التكامل اللي هو نعطي اسم ما نسميش باش ما نطبقوش مع ديك المجال، نسميه جي اللي هو التكامل من جوج حتى لربعة ديال او اكس ناقص 4 ديال اكس. عادة ما كيعطيونا شي تكامل نحسبوه وما كيكونش فيه شي فكرة، عادة ما كيكون شي صعيب يكفي نعرفو القاعدة اللي غنستعملو
في الاكسبونونسيال سان فو بين الاكسبونونسيال عندنا ثلاثه القواعد. اذا كان او اكس ديال الاصليه ديال او اكس، اذا كان عندنا او ا اكس ديال الاصليه ديال او ا اكس على، اذا كان من غير ا اكس داله اخرى اللي غنسميوها اكس كيخص يكون عندنا او بريم خارج او اي، اذا هذه كامله ديال الاصليه ديالها هي او. اذا ما لاحظتوش عندكم في فوق الاكسبونونسيال عدد في اكس، اذا خصنا نستعملوا هذه. اذا بالنسبه لنا هذا ماشي غير اكس عندنا ناقص 4، كان ممكن نقسمه على جوج اكس ناقص 4، ممكن نستعملوا هذه اللي كتقول على ادنى باعتبار ان الاشتقاق ديال اكس ناقص 4 هو 1، اذا عندنا ممكن نظهروه على هذا الشكل، هذا اكس ناقص 4 فتحه اكس ناقص 4 دال اكس. اذا هنا هذه القاعده كتقول ان الداله الاصليه ديال اي فتحه في اي هي، اذا اي بالنسبه لنا هي اكس ناقص 4، اذا الداله الاصليه ديال هذا الجدا كيساوي لها او اي اكس ناقص 4 الاخر بين المحدين 2 و 4. نعوضوا اكس ب 4 كيعطينا او صفر اللي هو 1 ناقص الصوره ديال 2 كتعطينا او 2 ناقص 4 او ناقص 2. السؤال الثاني، احسب بالسنتيمتر مربع مساحة حيز المستوى المحصور بين المنحنى سي ومحور الأفاصيل والمستقيمين هذه معادلتهما إكس كيساوي 2 وإكس كيساوي 4. إذا هنا عندنا حساب مساحة الحيز نسموه الدلتا. إذا هاد الدلتا نحاولو كما العادة نرسمو في الشكل. إذا الحيز محصور بين أربع الحاجات، المستقيم ديال المعادلة إكس كيساوي 2 هو هذا، إكس كيساوي 4 3 4 هو هذا، المستقيم ديال المعادلة إكس كيساوي 4، و سي إف ومحور الأفاصيل. إذا الحيز غيكون هو هذا، إذا خدشتو وغنسميه دال. إذا الحيز محصور بإكس كيساوي 2، إكس كيساوي 4 يعني مستقيمين، ومحور الأفاصيل، وسي إف من الفوق. إذا بالنسبة للمساحة ديال الحيز كيساوي التكامل، هنا كنكتبو الأفاصيل ديال النقط الأولى اللي كاين في الحيز اللي هو 2، هنا الأفاصيل ديال النقط الأخيرة اللي كاين في الحيز اللي هو 4. وداخل التكامل كما الداله اللي كتحصل الحيز من الفوق اللي هي اف دي اكس، ولتحت كنعملو التعبير ديال الداله اللي كتحصلو من تحت اللي هي الداله منعدمه دي اكس وحدة القياس هي ا. اذا هو التكامل جوج تا 4 ديال التعبير ديال اف. اذا التعبير ديال اف ربما تلاحظو هاد السؤال باء اللي تعطى ما تعطاش غير هكاك عشوائيا، تعطى للاستعمال. إذا بما أن في السؤال جيم بحثنا الدالة الأصلية ديال الجزء، إذا نحاولو ما أمكن. وفي السؤال ألف عاوتاني عندنا هاد الدالة هادي، هي حاضرة، هي الدالة أش صغيرة، إذا كنعرفو الدالة الأصلية ديالها، إذا ما تعطاش الكتابة إلا للإستعمال. إذا نحاولو نعوضو إف إكس بهاد التعبير هذا، 2 زائد 8 أو إكس ناقص 4 ناقص 32 إكس ناقص 1 على إكس مربع أو إكس ناقص 4 دا إكس. وحدة القياس اللي عندنا اللي هي مادام ان وحدة قياسية واحد سنتيمتر، اذا ديك او ا كتعوض بواحد سنتيمتر مربع. اذا لحساب المساحة غنحاولو ديك التكامل نقسموه الى ثلاثة ديال التكاملات، الاول وهو تكامل جوج تا 4 ديال جوج تا اكس، ثاني تكامل جوج تا 4 ديال 8 او اكس ناقص 4 تا اكس، والثالث تكامل جوج تا 4 ديال ناقص 32 إكس ناقص 1 على إكس مربع أو إكس ناقص 1 دال إكس. بالنسبة للتكامل الأول ممكن نحسبو الدالة الأصلية ديال جوج وهو جوج إكس مأخوذة بين جوج و 4، هنا نخرجو 8. إذا نحسب التكامل من جوج تا 4 ديال إكس ناقص 4 دي إكس اللي حسبناه سميناه جي، إذا عطانا 8 في جي ناقص 32 تا هو غنخرجو على برا، وهاد الدالة اللي غتبقى داخل التكامل هي بالضبط أش
وبنفس السؤال الالي بان اش كبير الدال الاصلي ديال اش اذا هنا كنعمل معقوفه كنكتب اش زيد معقوده بين جوج وربعة سنتيمتر مربع تنكتبو في الاخير نحصل هنا جوج في 400 ناقص جوج جوج هي 4 زائد 8 في التعبير ديال جي اللي هو وجدناه كيساوي 1 ناقص او ناقص جوج ناقص 32 في الصورة ديال 4 باش كيعطينا 1 على 4 في او صفر صفر هي 1 اذا نحصل على 1 على 4 ناقص الصورة ديال جوج الصورة ديال جوج كيعطينا 1 على جوج او ناقص جوج اذا 1 على جوج ناقص 8 ناقص 4 هو 4 هنا كنصرو 8 ناقص 8 ناقص 2 هنا كنصرو في نفس الوقت نختزلو ب 4 ناقص 8 هنا عاوتاني نختزلو ب 2 زائد 16 ناقص 2 8 كيتختزل مع ناقص 8 نحصلو على 4 زائد 8 ناقص 2 ممكن نكتبو إذا بغينا على شكل 8 زائد 4 زائد 8 على مربع سنتيمتر مربع. ننتقل دابا إلى الجزء الثاني ديال المسألة. الجزء الثاني اللي غندرسو فيها المتتالية معرفة بدالة. إذن هنايا عندنا في السؤال الأول دالة أخرى اللي هي جي معرفة على المجال جوج ربعة مهما يكون إكس كين تساوي المجال جوج ربعة التعبير ديال جي إكس يساوي 8 في إكس ناقص في جوج أو إكس ناقص 4 ناقص إكس مربع. السؤال الألف هو أحسب جي ربعة، جي ربعة نمشي نعوضو إكس بربعة، 8 في 4 ناقص جوج أو 4 ناقص 4 هي صفر ناقص 4 مربع هو 16، هنا نحصل على 2 في 8 16 وهذا 1 إذا 16 ناقص 16 اللي هو صفر. السؤال ب تحقق أن لكل إكس من المجال جوج ربعة الجريك ستكون عنده واحد الكتابة معينة إذا لن يتحقق من أن مهما يكون إكس ينتمي للمجال جوج ربعة أن الجريك سيتكتب على شكل آخر ناقص بين قوسين إكس ناقص ربعة مربع أو إكس ناقص ربعة زائد إكس مربع في أو إكس ناقص ربعة ناقص واحد. إذا هذه كتابة أخرى ديال الجريك من بعد نشوفو لماذا تعطي شنو هو الهدف من هذه الكتابه هذه. اذا باش نبين بان الكتابه الاولى كتساوي الثانيه تلاحظوا بان هنا عندنا او اكس ناقص 4 كاين غير مره واحده هنا مكتوب جوج المرات اذا من الافضل نطلقوا من هذه المشروع باش نوصلوا لهذه. اذا نطلقوا من الجهه اليمين ناقص بين قوسين اكس ناقص 4 مربع او اكس ناقص 4 زائد اكس مربع اكس ناقص 4 ناقص واحد يساوي هذه متطابقة غنشروها في نفس الوقت نغيرو الإشارة ناقص على برا إكس مربع نغيرو الإشارة جدا المزدوج اللي هو ناقص 2 إكس نغيرو الإشارة المربع ديال 4 اللي هو 16 نغيرو الإشارة ناقص 16 إكس إكس ناقص 4 هذا غنشروه إكس يساوي 2 إكس إكس ناقص 4 ناقص إكس إكس من الأفضل بين هاد الجوج نعملو إكس ناقص 4 نحصل على ناقص إكس أس 2 زائد 8 إكس ناقص 16 غنزيدو إكس مربع الكل مضروب في إكس ناقص 4 ناقص إكس مربع هنا وقع اختزال إكس مربع نحصل على 8 إكس ناقص 16 وهنا نعملو ب 8 باش نحصلو على هذا 8 في إكس ناقص 2 إكس ناقص 4 ناقص إكس 2 ربما تحبو هاد التعبير اللي وجدنا هو بالضبط الكتابة الأولى ديال الجي اللي تعطات في الأول. سؤال ج تحقق من ان لكل اكس من المجال جوج ربعة اكس ناقص ربعة ناقص واحد سالب ثم استنتج ان جي اكس سالب في المجال جوج ربعة الهدف من هادشي هو نبينو هاد الجي غيكون سالب في المجال جوج ربعة. اذا هنا كاين جوج الاسئلة السؤال الاول وهو نبينو لكل اكس من المجال جوج ربعة او إكس ناقص 4 ناقص 1 غيكون سالب هنا كنستعملو التأطير فقط التأطير إذا لدينا إكس كينتمي لمجال جوج 4 كتعني بأن إكس محصور بين جوج و 4 دال نحاولو نأطرو إكس ناقص 4 يعني في هاد الحالة نحصل على
جوج ناقص أربعة اللي هو ناقص جوج أصغر من إكس ناقص أربعة اللي هو أصغر من أربعة ناقص أربعة صفر. ليكسبونسي الدالة التزايدية، إذن أو ناقص جوج غيكون أصغر من أو إكس ناقص أربعة أصغر من أو الصفر اللي هو واحد. هنا كتسمى استعمال ليكسبونسي الدالة التزايدية، أو استعمال خاصية كتقول إذا كان أ أصغر من ب فإن أو أ أصغر من أو ب. استعملنا جوج مرات، أ أصغر من ب يعني ناقص جوج أصغر من إكس ناقص أربعة، إذن أو ناقص جوج أصغر من إكس ناقص أربعة، استعملنا هنايا. الثاني إكس ناقص أربعة صغر من صفر، إذا إكس أو إكس ناقص أربعة صغر من أو صفر. هذه ما نحتاجوش، نحتاجو غير هذا. إذا في الحالة أو إكس ناقص أربعة أصغر من أو صفر اللي هو واحد، وفي الحالة نجيبو هاد واحد جهة اليسار، نحصلو على أو إكس ناقص أربعة ناقص واحد غيكون سالب. نفس السؤال، طلبوا منا نبينو أن مهما يكون x كينتمي للمزاد جوج أربعة جد x سالب. إذا باش نبينو جد x سالب، إذا نمشيو لهاد الكتابة الثانية اللي تعطات اللي هي هادي، ونحاولو ما يمكن باعتبار درسنا الإشارة ديال x ناقص أربعة ناقص واحد اللي جبرناها سالب، ندرسو الإشارة ديال كل جزء على حدة. إذا ننطلقو من كون أن بينا في سؤال سابق أو x ناقص أربعة ناقص واحد سالب و إكس مربع موجب، إذا في الحالة إكس مربع إكس ناقص أربعة ناقص واحد سالب، لأن جد عدد سالب في عدد موجب سالب، ولدينا كذلك جزء آخر اللي هو ناقص بين قوسين إكس ناقص أربعة مربع أو إكس ناقص أربعة غيكون سالب. لماذا؟ لأن هنا عندنا المربع كيكون موجب أو إكس ناقص أربعة موجب، إذا عندنا ناقص خارج الجداء غيكون سالب. إذا هنا بين قوسين أنا نقول إكس ناقص أربعة مربع موجب و إكس ناقص أربعة موجب. إذا في الحالة الجداء هذا غيكون موجب، ضربنا في ناقص واحد غيكون سالب. ومن هاد النتيجتين بجوج نعتبرو بأن جي إكس عبارة عن جمع دالتين سالبتين. عندنا ناقص إكس ناقص أربعة مربع في أو إكس ناقص أربعة هذا سالب، وكذلك الجزء الآخر اللي هو إكس مربع أو إكس ناقص أربعة ناقص واحد هذا بينا بينه سالب، مجموع عددين سالبين هو عدد سالب. ننتقل إلى السؤال الثاني ألف، تحقق أن إف إكس ناقص إكس غيساوي إكس ناقص جوج على إكس مربع في جيل إكس. إذا إلينا تحقق من أن إف إكس ناقص إكس غيساوي إكس ناقص جوج على إكس مربع في جيل إكس، مهما يكون إكس كينتمي إلى المجال جوج أربعة. إذا غنمشيو نحسبو إف إكس ناقص إكس. إف إكس ناقص إكس كيساوي جوج زائد تمنية في إكس ناقص جوج على إكس الكل أوسي اثنان، نديرو في إكس ناقص أربعة ناقص إكس. إذا ممكن نوحدو المقامات اللي هو إكس مربع، لأن هذا من نقسمو إلى إكس ناقص جوج مربع على إكس مربع، المقام واحد وهو إكس أوسي اثنان. إذا هذا نضربوه في إكس أوسي اثنان زائد 8 في إكس ناقص جوج أوسي اثنان على النشرة، إكس مربع ناقص أربعة إكس زائد أربعة أو إكس ناقص أربعة، وهذا يولي إكس أوس ثلاثة. ممكن نخليو بحال هكا، نرجعو إلى إكس ناقص جوج على إكس مربع في جيل إكس، عرفنا نحسبو هذا بوحدو، لأن صعيب علينا ننتقلو من هذا لهذا، نحاولو ما يمكن نشرو هذا عاوتاني بوحدو، نعوضو جيل إكس بالتعبير ديالو اللي هو 8 في إكس ناقص جوج أو إكس ناقص أربعة ناقص إكس أوسي اثنان. إذا هذا عندو المقام هو إكس أوسي اثنان، نحاول نشرو هاد التعبير اللي كاين في البسط. عندنا 8 في إكس ناقص جوج مربع أو إكس ناقص أربعة ناقص إكس مربع نديرو في إكس ناقص جوج. إذا شرنا هاد
هذا جدا اللي عندنا حتى هذا بنفسه يعطينا 8 في اكس مربع ناقص 4 اكس زائد 4. كان ممكن نخليو ديك اكس ناقص 2 مربع اللي يكونوا حاطين في 2 بهم 2 في اكس اكس ناقص 4. هنا كيعطينا ناقص اكس اس 3 زائد 2 اكس مربع الكل على اكس اس 2. هنا كنلاحظوا بان هاد البسوط متساويين مع بعضهم. عندنا 8 في هاد اكس مربع ناقص 4 زائد 4 في اكس ناقص 4 ناقص اكس 3 زائد 2 اكس مربع. هاد العلاقة نسميها واحد وغادي نسميها جوج. إذا نستنتجو من واحد وجوج أن اف دي اكس ناقص اكس كيساوي فعلا اكس ناقص جوج على اكس مربع بجي. نستنتج أن لكل اكس من المجال جوج ربع اف دي اكس أصغر من يساوي اكس. إذا لنبين أن مهما يكون اكس كينتمي للمجال جوج ربع اف دي اكس أصغر من يساوي إكس. إذا باش نبينو إف إكس أصغر من إكس نبينو بأن الفرق ساوي، والفرق كنا بينا على أن كيساوي إكس ناقص جوج على إكس مربع جي إكس. وكنا بينا في السؤال الأول أن جي إكس سالب، إذا جي إكس سالب إكس مربع موجب، هذا يعني اف دي اكس ناقص عنده الاشاره عكسيه ديال اكس ناقص جوج. اذا لدينا مهما يكون اكس كينتمي للمجال جوج ربعة جي دي اكس سالب. و تلاحظوا بان اذا اثرنا اكس ناقص جوج اذا اكس محصور بين جوج ربعة. اذا قسمنا لهم جوج ثلاثة بهم كنحصلوا على اكس ناقص جوج محصور بين صفر و اثنان. وكذلك المربع موجب قطعا لان في المقام. اذا في هذه الحاله يكون عندنا اكس ناقص جوج موجب، جي اكس سالب، اكس مربع موجب. اذا اف اكس او اكس ناقص جوج على اكس مربع جي اكس يكون سالب. اذا في هذه الحاله اف اكس ناقص اكس يكون سالب، اي اف اكس اصغر من اكس. السؤال الثالث سنعتبر المتتالية هي المعرفة بحدها الأول بصفر يساوي ثلاثة وعلاقة ترجعية اللي هي زائد واحد يساوي اف ديال اف. سؤال الألف بين بالتراجع أن لكل ان من ان يو ان محصور بين جوج وربعة. مهما يكون ان كينتمي لان يو ان محصور بين جوج وربعة لنبين ان بالتراجع. إذا النقطة الأولى نتحقق مساحة للعبارة من أجل أن كيساوي صفر. إذا لدينا جو صفر هو كيساوي ثلاثة محصور بين جوج وربعة. إذا العبارة صحيحة من أجل أن كيساوي صفر. النقطة الثانية نفترض أن العبارة صحيحة من أجل أن ونبين أنها صحيحة من أجل أن زائد واحد. يعني نفترض أن أن محصور بين جوج ربعة من أجل أن من أن. ولنبين أن أن زائد واحد محصور بين جوج ربعة. كنطبقو الافتراض اللي عندنا اللي هو أن محصور بين جوج وربعة وكنستعملو الرتابة و إف تزايدية. كنا وجدنا أن إف تزايدية على المجال المجالين كل من المجالين ناقص منها صفر وجوج ربعة. إذا المجال جوج ربعة هو ضمن جوج زائد من، إذا تكون إف تزايدية قطعا على المجال جوج ربعة. المجال انتماد متتالي، إذا في هذه الحالة إف ديال إلان يكون محصور بين إف ديال جوج و إف ديال ربعة. أي إف ديال جوج كنا حسبناه سابقا، كنا وجدنا جوج، إذا جوج أصغر إف ديال إن هو إن زائد واحد، و إف ديال أربعة نحسبو إف ديال أربعة يساوي جوج زائد تمنية في أربعة ناقص جوج اللي هو جوج على أربعة واحد على جوج مربع كيعطينا واحد على أربعة في أو في الصفر. إذا كيعطينا هنايا تمنية على أربعة هو هو جوج هذا واحد، إذا كيعطينا بالضبط أربعة. كيعطينا مباشرة النتيجة.
هذيك يعني عندنا العباره صحيحه من اجل ان زائد واحد، وحسب المبدا ديال الدرجة كنستنتجو على ان مهما يكون ان كاين ثاني العام ان الان فعلا مقصور بين جوج وربع. سؤال ب، حدد رتابة المتتابعين ثم استنتج انها متقاربة. اذا عندنا نفس الاسئلة، السؤال الاول هو رتابة المتتالية الان، وبما ان عندنا في السؤال الثاني ب الاشارة ديال اف لي اكس ناقص اكس، في هذه الحالة لدراسة الرتابة المتتالية كندرسو الإشارة ديال الفرق يو ان زائد واحد ناقص يو، لأن يو ان زائد واحد هو اف دو بي ان، وهاد الفرق هذا بحال ديال اف لي اكس ناقص اكس. إذا حنا بينا في السؤال السابق على أن مهما يكون اكس كينتمي إلى المجال جوج ربعة، أن اف لي اكس ناقص اكس سالب، ولدينا مهما يكون ان كينتمي الى ان، يو ان محصوره بين جوج ربع. اذا عوضنا في المكان ديال اكس بي ان، باعتبار ان يو ان محصور بين جوج ربع، نحصل على اف ديال يو ان ناقص يو ان تا هو اصغر من صفر. اذا في الحاله نستنتج على ان اف ديال يو ان ناقص يو ان اصغر من صفر، ومن يو ان زائد واحد ناقص يو ان غيكون سالب، لي معنى ديالها يو ان زائد واحد اصغر من يو ان. وهنا كنستنتجو الرتابة ان المتتابعين تناقصية، تناقص. الجزء الاخر، الجزء الاخر من السؤال وهو استنتج انها متقاربة. اذا لدينا يو ان متقاربة، و التأطير ديال المتتالية من جهتين نحتاجو من جهة ديال اليسار باش نقولو على أن المتتالية مصغورة بالعدد جوج، و مصغورة بالعدد جوج. إذا الآن متقاربة بمعنى ديالها عند نهاية منتهية. السؤال الأخير اللي هو جي، أحسب نهاية المتتالية حساب نهاية المتتالية بالنسبة للمتتالية متقاربة، غنسميو النهاية ديالها ال، ونحاول نأطروه باعتبار أن المتتالية محصورة بين جوج وثلاثة جوج وربعة، إذا النهاية ديالها هي محصورة بين جوج وربعة. بالنسبة للدالة اللي كتربط بين حدود المتتالية، إذا هي دالة متصلة على المجال جوج وربعة، يعني المجال انتماء ديال المتتالية، و إف ديال جوج ربع كنا حسبناه في التأطير اللي استعملنا هنايا، وجدنا اف ديال جوج هو جوج، و اف ديال ربعة هو ربعة، إذا اف ديال المجال هو نفسه، يعني ديما المجال جوج ربع ديما نفسه، اللي وصل التالت هنا اف ديال ربع سيكون ديالنا جوج ربع، وفي هاد الحالة كنستنتجو على أن النهاية المتتالية تحقق العلاقة اف ديال ان كيساوي، يعني هي الحلول ديال المعادلة اف اكس كيساوي اكس. هاد المعادلة نكتبوها على الشكل ديال اف ديال ان ناقص ال كيساوي صفر، وغنمشيو لهاد العلاقة اللي كانت عندنا ديال اف ديال اكس ناقص اكس اللي كيساوي اكس ناقص جوج على اكس مربع جل اكس، غنعوضو اكس ب ال. في الحالة نحصل على اف ديال ال ناقص ال غيساوي ال ناقص جوج على ال مربع جي ديال ال. إذن هذه معادلة عندنا فيها البسط
ال ناقص جوج بجذر ال، والمقام ال مربع ال غير منعدم لأنه كينتمي للمجال جوج ربع، إذن جوج منعدم إذا كان أحد العوامل منعدم، ال ناقص جوج كيساوي صفر أو التجي ديال ال كيساوي صفر. إذن المعادلة الأولى كتعطينا ال كيساوي جوج، وإذا رجعنا للسؤال هذي كنا حسبنا الجي ديال ربعة كنا جبنا صفر، إذن ال كيساوي أربعة. هنا تلاحظوا بأن هاد الأعداد جوج يمكن تنتمي للمجال جوج ربعة، وباعتبار أن النهاية إن وجدت كتكون وحيدة، وفي هاد الحالة شنو هي القيمة المناسبة؟ جوج يمكن تنتمي للمجال جوج ربعة. هنا هنا كنستعملوا الرتابة، بما أن المتتالية تناقصية لمعنى ديال الحدود كيقتربوا شيئا فشيئا الى واحد العدد، ولكن القيمه ديالهم كتنقص. اذا في هذه الحاله النهايه غتكون هي اصغر قيمه من ضمن هاد جوج اللي وجدنا اللي هي 2. وكانت المتتاليه التزايديه ناخذ 4، بما ان التناقصيه ناخذ 2. اذا نزيد هنا بما ان النهايه وحيده ما يمكنش ناخذهم جوج وحيده، و تي ان تناقصيه، إذن في الحالة ال كيساوي 2. إذن ليميت ديال ان عندما ان يؤول إلى زائد 2 كيساوي 2.